الرسم المتعلق رسم الاستيراد وقف السيفاء رسم الاستيراد المفروض على القمحليين وذلك إلى غاية 30 أبريل 2019 من أجل ضمان كلفة استيراد قمح طري تناهز 260 درهم للقنطار. في السابق الإجراء الذي كان وهو أنه من فاتح نوفمبر إلى غاية 31 دجنبر 2018 سيعلق هذا رسم الاستيراد على أساس أنه من فاتح يناير سيطبق رسم الاستيراد بالمستوى الذي كان عليه قبل وقف الاستيفاء أي 30%. فكان من المفترض أنه مع فاتح يناير يطبق رسم استيراد ديال 30%. لكن الأسعار الدولية للقمح الطري سجلت استقرار منذ شهر أكتوبر بعد الارتفاع اللي كان في شهر مايو، وبالرغم من هذه الوضعية يظل السوق العالمي متوتر بسبب انخفاض مستوى الإنتاج لدى البلدان المصدرة الرئيسية والانخفاض التدريجي للعرض التصديري خاصة في منطقة البحر الأسود. في حالة تطبيق نسبة 30% ماذا ستكون النتيجة؟ فإن كلفة استيراد القمح ستصل عند الخروج إلى الميناء عند الخروج من الميناء إلى 290 حتى 300 درهم للقنطار. إذا لا طبقنا هذا السعر هذا 30% اللي كانت مقررة تطبق بدءا من فاتح يناير 2019 فإن الثمن غادي يكون من 290 حتى 300 درهم عند الخروج القنطار عند الخروج من الميناء، وهذا المستوى مرتفع مقارنة مع السعر المستهدف اللي هو 260 درهم للقنطار، مما سيؤدي إلى ارتفاع أسعار الدقيق والقمح الطري في بلدنا. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارتاجيو الفيديو وديروا جيم وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.